أنا بيدي أختار الخلطة، أنا أختار اللحم، أنا أختار الصمونة، أنا أختار المقبلات، والحمد لله مشت الأمور ناجحة. السابق أنا بداية حياتي أنا طفل أمارس هاي المهنة، الفلافل والبرجر والقاص، كنت عامل أشتغل يم ناس قديم يعني بالفلوجة. أنا من مواليد 79، يعني تقريبا من 25 سنة بديت بشارع القديم، بعدين تحولت يم أكلات قيس، بعدين حبيت أفتح مشروع خاص بي، فحبيت هذا المكان واختاريت هذا المكان لأن رواده ناس هواية، ففتحت هذا المحل تقريبا قبل 5 سنوات، والحمد لله من فتحته تعرف الناس تعرفني أنا قديم بهاي الشغلة، فيجون يمي فلوجة أطراف الفلوجة، بعدين فتحت قامت الناس تجي، لما تجي من الرمادي، تجي من الخالدية، تجي من القرمة، تجي من الصقراوية، تجي من العامرية، أكو ناس يجون من بغداد يقولوا تعني أنا على مودك، والحمد لله رب العالمين مشروع ناجح والناس حبتني وأنا حبيت الناس ومشت الأمور تمام الحمد لله، وأنسى مثل ما تشوفون أنتم الأمور ماشية والأمور طيبة وأسعارنا مناسبة والناس تحبنا وروادنا هواية، والحمد لله رب العالمين عوائل شباب كبار السن صغار السن كل الناس تجي يمنا. من بديت بصراحة بديت بس بالفلافل، بعدين ضفت القاص، بعدين ضفت البرجر، يعني مشروع ورا مشروع الحمد لله رب العالمين، مشاريعي كلها كانت ناجحة، بدايتي فلافل، بعدين الشاورما، بعدين اللحم، بعدين البرجر، البرجر ضفت له دجاج، بعدين كبرت الصمون، بعدين بدأت أقطعها، بعدين قمت أنا أسويها، مو الناس تسوي لي، أنا بيدي أختار الخلطة، أنا أختار اللحم، أنا أختار الصمونة، أنا أختار المقبلات، والحمد لله مشت الأمور ناجحة، تعرف أنا صار لي باع طويل بهذا الموضوع. تعلمت يعني من زمن الطفولة أنا أعرف هاي الشغلة شلون تصير شلون كذا شلون كذا، والحمد لله رب العالمين مشت الأمور.